أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان مسافرا وصلى المغرب ثم دخلت جماعة فصلى معهم العشاء وهم يصلون المغرب فصلى اثنتين وسلم، فهل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: من كان مسافرا وصلى المغرب ثم دخلت جماعة فصلى معهم العشاء وهم يصلون المغرب فصلى اثنتين ثم سلم، فهل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ ليست صلاته صحيحة، لأن المغرب غير مقصورة، فهو يصلي خلف صلاة غير مقصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويكمل صلاته أربعا.